السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة في الطابق الأول علوي، مساحة 140 متر، على بعد خطوات من البحر وبجوار الخدمات العامة والشارع الرئيسي داخل القرية. شفنا بعض واجهة العمارة، وعندي هنا ده المدخل. سلم مريح جدا في الطلوع، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا دي الشقة اللي فيها العرض بتاعنا، ودي شقة الجار. الدور عندي على شقتين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب البائع والمشتري. عندي هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، متشطب كويس جدا، تشطيب ممتاز بديكورات جميلة جدا، تشطيب جبسن بورد. ده ريسبشن، ريسبشن كبير ما شاء الله. على شمالنا هنا موجود غرف النوم والحمام، دي صالة توزيع تانية. وهنا عندنا عدد الكهرباء الخاص بالوحدة، عندنا موجود الحمام، حمام كبير. وعندنا هنا أول غرفة نوم ممتازة ما شاء الله، متشطبة تشطيب هادي جدا بألوان هادية وديكورات جميلة. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها، بتطل على الممر اللي بين العمارتين. وعندي بجوار منها مباشرة موجود الغرفة التانية، دي تاني غرفة نوم متشطبة كويس جدا، برضو تشطيب هادي، تشطيب هادي وراقي جدا. وعندي هنا الإطلالة بتاعتها، بتطلع على نفس إطلالة الغرفة الأولى. تشطيب ممتاز في الريسبشن. عندي هنا موجود مطبخ، ده مطبخ مقفول. مطبخ كبير ما شاء الله، ممتاز. عندي هنا دي مكتبة من الشاشة، متصممة معمولة من جبسن بورد، ديكورات جميلة جدا ما شاء الله. عندي هنا دي الغرفة الثالثة، يبقى 3 غرف نوم. متشطبة برضو تشطيب هادي جدا، ألوان هادية وجميلة.
دي الإطلالة بتاعتها بتطل على الشارع. نطلع مع بعض نشوف البلكونة ونشوف رؤية الشارع. عندي هنا موجود ما شاء الله بلكونة كبيرة، وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة في الطابق الأول علوي، أول طابق بعد الأرضي، موجود عندي حارس خاص العقار. السلم في الطلوع في الطلوع مريح جدا. العمارة عبارة عن 5 طوابق، وعرضنا في الطابق الأول، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكاملة الإعدادات الكهربائية زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 140 متر، عبارة عن 3 غرف نوم كبار وريسبشن كبير ومطبخ مقفول وحمام وبلكونة كبيرة. السعر 340,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 22,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم احمد بهجت صاحب قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس فوق ممتاز على الشارع 4 في مدينة 6 اكتوبر شاطئ النخيل، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.